صباح الخير على حضراتكم، اهلا ومرحبا بيكم وحلقه جديده من حلقات هذا الصباح على قناه اكسترا نيوز. دايما بنكون معاكم كل يوم الصبح في رمضان من 9 لـ11. بعد رمضان ان شاء الله نبقى لكم على المواعيد الجديده. بيكون دايما معانا مجموعه من الفقرات، الاخبار المتنوعه، مجموعه من الضيوف والمراسلين، وفقرات بتبقى متعدده. يا رب دايما تنال اعجابكم زي ما احنا بنحاول دايما نعملها. صباح الخير على حضراتكم، ولازم ارحب بزميلتي واقول لها صباح الخير دعاء كابتن الحق. صباح الخير. صباح الخير عليك يا محمود، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام، ويا رب دايما ايام حضراتكم دايما كلها سعيده باذن الله. خلاص احنا دخلنا في العشر الاواخر، كل سنه وحضراتكم طيبين على رمضان وعلى قرب كمان عيد الفطر المبارك باذن الله. يا رب دايما ايامنا كلها تبقى سعيده مفرحه مبهجه فيها امل لبكره، وده موضوع مهم جدا ان احنا نبقى سعداء النهارده، وكمان عندنا امل في ان السعاده تكون اكبر باذن الله في الايام القادمه. صباح الخير على حضراتكم، وكالمعتاد اول حاجه هنبتدي بيها ان احنا نعرف احوال الطقس ايه، اللي كلنا دلوقتي بقينا مش عارفين نصيف ولا نشتي. يعني الصبح بدري نبقى عاملين ايه؟ الصبح بدري اللي هو لحد الساعه كام اصلا؟ يعني حتى الساعه 7 الصبح تبقى الدنيا برد شويه ونبقى في عز الصيف، شويه ونبقى خريف، شويه ونبقى عز الشتاء. الموضوع بقى فيه لخبطه شويه كتير بالنسبه لهنعمل ايه. وكمان اللي عندهم اطفال صغيرين دايما ما بيعانوا، يعني ده دور الكحه دلوقتي، موسم العيه زي ما بنقول. لازم نبتدي نشوف حل بقى. لا والله ده موسم العيه فعلا للاطفال مشكله كبيره. لازم نحل الموضوع ده. انا مش عارفه احلها بايه بالظبط. المهم صباح الخير على حضراتكم مره ثانيه، ونصبح على زميلتي داليا ابو عميره، هي اللي هتقول لنا اخبار حاله الطقس ايه وعامله ايه في التغيرات اللي احنا فيها على طول. صباح الخير يا دعاء. صباح الخير يا محمود. فعلا يا دعاء، يمكن زي ما انت اشرتي الجو متقلب جدا، الصبح بحاجه وبالليل بحاجه ثانيه. هنشوف ونعرف دلوقتي ايه اللي بيحصل في اخبار الجو بالظبط. اهلا بحضراتكم ومشاهدينا الكرام. بتتوقع هيئه الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاع طفيف في الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أوضحت الهيئة كمان أنه اليوم الجمعة سيشهد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء لتمتد للقاهرة الكبرى. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 29، أما درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 24، أما في مطروح الصغرى 13 والعظمى 23، وفي بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15. كمان عندنا درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 21، الغردقة العظمى 32 والصغرى 20، في الأقصر العظمى 36 والصغرى 20، أما في أسوان العظمى 37 والصغرى 21. دلوقتي هنستقبل على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية. دكتور منار، بداية صباح الخير على حضرتك، يعني قولي لنا إيه اللي بيحصل في حالة الجو، ليه في تقلبات شديدة جدا بين الصبح وبين بالليل؟ صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة داليا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وأهلا بك طبعا. احنا طبعا بنشهد اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة طبعا بالأمس بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن درجات الحرارة بتكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لأن احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، كتل هوائية من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية قادمة من على الصحراء، فبتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار وفي سطوع لأشعة الشمس. وبالفعل الطقس خلال فترة النهار بنشعر بيه ان هو طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل على سواحلنا الشمالية، بيكون حر على محافظات شمال وجنوب شمال الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، الكتل الهوائية اللي بتبقى جاية من على صحراء بتبقى منخفضة نسب الرطوبة ودرجات حرارتها كمان منخفضة، ودرجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة الليل، بيوصل الفرق بين فترة النهار وفترة الليل ل 14 و15 درجة مئوية أحيانا. طيب دكتور منار، في الحالة دي نعمل إيه؟ يعني نلبس صيفي ولا نلبس شتوي ولا نعمل إيه؟ خصوصا كمان للي عندهم أطفال صغيرين زي ما كان الدعاء أشارت في مقدمة هذه الفقرة، يعني نعمل إيه في اللبس دكتور منار؟ هو احنا فترات النهار مفيش مشكله خالص في نوعيه اللبس، ممكن نخفف الملابس وحتى نرتدي لو ملابس صيفيه مفيش مشكله، لكن فترات الليل وخاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر الطقس بيكون من مائل للبروده البارد، بيكون في نشاط للرياح بيساعد على احساسنا ببروده الطقس، فاحنا لسه محافظين على الاقل على قطعتين ملابس او على ملابس شتويه خفيفه دايما واحنا خارجين، وخاصه مع الاطفال وكبار السن يبقى دايما معانا جاكيت او قطعه ملابس اضافيه نرتديها خلال فتره الليل، لان لسه الفرق كبير بين فتره الليل وفتره النهار، وبالفعل اختلاف نوعيه الملابس الكبير بين فتره الليل وفتره النهار او درجات الحراره ممكن يصيبنا بنزلات الفرق. طيب احنا هنستمر كده لحد امتى دكتور منار؟ يعني هنفضل في هذه الحاله الغير مستقره لحد امتى تقريبا؟ هو احنا لسه مكملين شويه، يعني يمكن كمان بعد اعياد شم النسيم مكملين في متوسط درجات الحراره وفروق درجات الحراره بين فتره الليل وفتره النهار، ممكن ان شاء الله بعد اعياد شم النسيم على ما درجات الحراره تستقر ويبدا نسب الرطوبه تزيد كمان في الكتل الهوائيه نبدا ساعتها نخفف الملابس فتره الليل وفتره النهار. نعم دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا لحضرتك دكتور منار على كل هذه المعلومات، وعوده مره اخرى الى محمود ودعاء. إليكم محمود ودعاء، تفضلوا. شكرا لك طبعا يا داليا على موجز الأخبار الخاص بالطقس، وبالتأكيد لسه هنشوفك إن شاء الله فقرات تانية أخرى. خلينا نبدأ مع حضراتكم على طول في أولى فقراتنا وأولى أخبارنا، هنتكلم فيه طبعا عن ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ببدء موسم حصاد القمح، كان في منطقة توشكا طبعا بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، وكان خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح في توشكا، وافتتح السيد الرئيس عبر الفيديو كونفرنس عدد من مشروعات الصوامع الجديدة في محافظات الشرقية، الجيزة، القليوبية والإسماعيلية ضمن المشروع، وده طبعا ضمن المشروع القومي للصوامع، وشملت المشروعات اللي افتتحها سيادة الرئيس صوامع سعة 90,000 طن بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، ومجمع صوامع سعة 90,000 طن بمدينة عرب العلاقات بمحافظة القليوبية، ومجمع صوامع سعة 60,000 طن بمدينة بني سلامة بمحافظة الجيزة، وصومعة سعة 30,000 طن بمدينة أبو سوير بمحافظة الإسماعيلية. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بعد الجولة التفقدية لمنطقة توشكا، وكان السيد الرئيس طبقا طبعا لتصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حوار مفتوح استمع فيه السيد الرئيس للاستفسارات الشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية أو الخارجية التي تهم الرأي العام في إطار عدة محاور رئيسية، في مقدمتها طبعا التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر وانعكاستها على زيادة الأسعار، وكمان استراتيجية الدولة للتعامل مع تداعيات أو تلك التداعيات، فضلا عن التحديات الداخلية الأخرى زي جهود مكافحة الإرهاب، الفكر المتطرف، الحفاظ على الهوية الوطنية، كيفية التناول الإعلامي والدرامي في هذا الإطار. تطرق أيضا الحوار إلى القضية السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيرها السلبي على مسيرة التنمية، وكذلك استراتيجية الدولة للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تناول طبعا عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري. كمان خلال اللقاء أكد السيد الرئيس أن الدولة استطاعت أن توفر كل السلع الأساسية والاستراتيجية، ومؤكدا أنه دائما ما يوجه بضرورة توفير احتياطات استراتيجية من السلع لمواجهة أي أزمات أو تحديات تواجه الدولة المصرية. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة. بداية أهلا بحضرتك يا دكتور، وكلمنا عن موسم حصاد القمح وكيف تبعت هذا الأمر، وخاصة أننا بنتكلم على عدد جديد من الأفدنة، إذا زيادة في المحصول. دكتور إبراهيم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم.
كل عام وحضراتكم بخير والسادة المشاهدين بخير، وكل عام ومزارع مصر بخير بمناسبة حصاد موسم القمح وشهر رمضان المعظم. اللي حصل في مصر طفرة ما حصلش من أكثر من 10 سنوات أو 12 سنة، إنه حصل إنه السنة دي هذا الموسم تم زراعة 3,660,000 فدان بزيادة حوالي 260,000 فدان عن العام السابق، وده ال 260,000 فدان ده كان غالبيتهم في الأراضي المستصلحة حديثا في تشكى والعوينات ومشروع مستقبل وطن والدلتا الجديدة. هذه المساحات الجديدة أضافت هتضيف إن شاء الله كمية كبيرة من إنتاج القمح للمحصول مصر. احنا السنة دي المساحة اللي زادت الحمد لله يمكن هتدي حوالي أكثر من 500,000 طن زيادة. المتوقع إن شاء الله السنة دي احنا زارعين 3,660,000، في متوسط إنتاجنا إن شاء الله هيكون على مستوى الجمهورية في حدود 3 طن حوالي ما يقرب من 20 دب للفدان، هيكون إنتاجنا إن شاء الله أكثر من 10,000,000 طن. ومشروع تشكى من المشاريع المبشرة والواعدة جدا بالإضافة إلى منطقة العوينات ومشروع مستقبل مصر. نعم. هذه المساحات الجديدة يعتبر إنجاز بصراحة. مصر كان لها رؤية ثاقبة إنه بالإضافة المساحات دي حدت من المشكلة الروسية الأوكرانية. طيب. يعني إحنا كان هتبقى الموضوع أكبر من كده بكثير، المشكلة المصرية الروسية الأوكرانية إن لم يكن المساحة المضافة جيدا لمساحة القمح. بالتأكيد دكتور. ودكتور لو إحنا بنتكلم عن فكرة البحوث يعني اللي بتتعمل سواء بتخص القمح أو أي سلع عايزين نشتغل عليها، فكرة الناحية الاستباقية زي ما حضرتك بتقول، إن لم نكن عملنا كل هذا فكان ممكن نشعر بشيء أصعب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. هل إحنا إن شاء الله بنشتغل على كمان المستقبل البعيد؟ يعني زي ما قال السيد الرئيس وفي مصارحته دايما مع الشعب أو حتى في لقائه مع الإعلاميين، فكرة الجاهزية لأي أزمات أو أي تحديات حتى مستقبلية. احنا حضرتك بالنسبه كبخص القمح بالنسبه لنا احنا مصر متقدمه جدا في انتاج محصول القمح. احنا بالنسبه لنا الكميه المنتجه في مصر احنا ترتيبنا رقم 14 على مستوى العالم، بس احنا استهلاكنا كثير. يعني احنا بننتج حوالي اكثر من 10,000,000 طن، لو خدنا ترتيبنا كده على مستوى العالم احنا رقم 14 في انتاجيه القمح، بس احنا عدد السكان واستهلاكنا حوالي ما يقرب من 18,000,000 طن. احنا يعني واستيرادنا تقريبا احنا رقم 4 على مستوى العالم، احنا اكبر دوله بتستورد اندونيسيا وتركيا واحنا ترتيبنا رقم 4 في الاستيراد. يعني في دول كثيره بتنتج كميات كبيره وبرضه نفس العمليه بتستورد. يعني عندنا الصين من اكبر الدول المنتجه للقمح، برغم من كده بتستورد عشان تعداد السكان. تعداد السكان هو بيعمل مشكله كبيره في الضغط على استهلاك القمح. نعم. طب دكتور إبراهيم، وحضرتك رئيس قسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، ما نعرفه أن في الأونة الأخيرة أصبح هناك أساليب وطرق حديثة لزيادة الإنتاجية وزيادة جودة المحصول بشكل عام. خلينا نتكلم عن النقطة دي، الآليات اللي بسببها ممكن أن يبقى فيه زيادة للإنتاجية وجودة في المحصول، متعلق بالري، متعلق برعاية المحصول بشكل معين، متعلق بالبذور مثلا، يعني خلينا نتكلم بتفاصيل أكتر. احنا حضرتك عندنا بالنسبة للتوسع الرأسي عندنا اللي هو زيادة إنتاجية وحدة المساحة. احنا عندنا مركز البحوث الزراعية مطلع أصناف عالية الإنتاجية قد تصل إنتاجيتها لغاية 28 دب إذا التزم المزارع بالتوصيات الفنية اللي بنقولها له وزارة الزراعة أو مركز البحوث الزراعية. احنا عندنا الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، احنا عندنا بننتج أحدث أصناف القمح العالية الإنتاجية. بقول لحضرتك احنا إنتاجيتنا عالية جدا على مستوى وأصنافنا عالية جدا. المزارع اذا تم التوصيه بالطريقه السليمه بالنسبه لنا احنا عندنا طريقه الزراعه على مصادق من طرق الزراعه الحديثه اللي بتزود الانتاجيه وتوفر في كميه الميه وكميه التجاوز، بجانب اصنافنا الحديثه العاليه الانتاجيه، بجانب توصياتنا الفنيه الشهريه. نعم. عندنا ادوات شهريه في قرى الجمهوريه كلها، احنا عندنا 21,600 فدان حقل ارشادي على مستوى الجمهوريه، في ال 4,000 قريه لينا في كل قريه من 4 لـ 5 حقول ارشاديه. الدكتور او الباحث بتاع مركز البحوث الزراعيه بينزل شهري في القرى دي وبيعمل ندوات ارشاديه مع المزارعين، بيديهم احدث ما وصلت اليه الزراعه من طرق ري، من طرق زراعه حديثه، من اصناف التوعيه باصناف الحديثه. احنا مع المزارع على طول باستمرار، مركز البحوث الزراعيه بجانب المزارع وفي القرى على طول شهريا من بدايه موسم القمح حتى الحصاد. طيب دكتور، بقى بشكل عام قبل ما ننهي مع حضرتك،
فكرة أرض العوينات وتشكى والوادي الجديد وكل الأراضي الجديدة اللي بتنضم الآن للرقعة الزراعية المصرية، جاهزيتها لعدد كبير من المحاصيل ليس فقط القمح، محاصيل مختلفة، وأهمية ده في الفترة القادمة بزيادة الرقعة الزراعية ليس فقط على زي ما احنا بنقول كالسلع سلعة القمح، لا كل السلع الاستراتيجية وما إلى ذلك. احنا حضرتك المنطقة تشكى والعوينات ومستقبل مصر ودلتا جديدة هم مستقبل مصر في الأيام الجاية في الزراعة. أنا حطك المساحة في الأرض الوادي بثابتة وبتقل مش بتزيد. فحطك احنا بالنسبة لنا المساحة المزرعة على مستوى مصر كلها دلوقتي حاليا 9.8 من 10. فالدولة ماشية بخطى سريعة جدا في إصلاح الأرض الحديث. احنا عندنا السنة دي إضافة التعليمات من القيادة السياسية وفي خامة الرئيس السيسي، إدي تعليمات السنة دي تم زراعة 260 ألف فدان إضافة جديدة. متوقع العام القادم إن شاء الله هيكون في حدود 500,000 فدان، والعام اللي بعديه هيكون وصلنا 1,000,000 فدان مضافة حديثا إلى الأرض. هذه المساحات تخدم محصول القمح والمحاصيل الاستراتيجية المهمة تنزل الدور الشامي وغيره. فهذا مستقبل مصر إنه نضيف مساحات جديدة في الأرض المسطحة حديثا، وليس الجريمة القديمة خلاص كده ثبتت مفيش زيادات تانية. نعم، واحنا بنتكلم على زيادة عدد الأفدنة المنزرعة بالقمح وان كمان في المرحلة القادمة بإذن الله يكون في زيادة أكبر، بنتكلم كمان على افتتاح عدد من الصوامع. خلينا نتكلم مع حضرتك على أهمية الصوامع اللي كانت موجودة وضرورة ان كان يتم افتتاح عدد من الصوامع مرة أخرى أو صوامع جديدة زي ما حصل امبارح. حضرتك إضافة كمية من الصوامع ده إنجاز كبير جدا. احنا كنا في الشون الترابيه زمان بنفقد حوالي 15% من محصول القمح بيفقد. اضافه او تخزين القمح في الشون الترابيه كان العصافير والطيور والقوارض كان وتعريضه للظروف الجويه كان بنفقد كميه حوالي 15% من الكميه، يعني لو ضفنا لو خزننا طين بنفقد 15% من الطين، 150 كيلو من الطين يفقد. دلوقتي حاليا الصوامع النظام الحديث ده الفقد لا يتعدى 2-3%، يعني وفرنا حوالي 15% من استهلاكنا وفرناه في موضوع الصوامع ده. الصوامع لها قيمه كبيره جدا وتساعد في توفير القمح. 15% مش قليله، لما يكون 10 مليون طن عندنا ونوفروا حوالي 12% نوفروا مليون طن، 1.5 مليون طن، يعني كميه كبيره وفر. اضافه الصوامع دي اضافه كبيره وانجاز كبير بالنسبه لمصر. نعم، طيب لو حسبنا 15% دول حسبناهم بالدولار او بالاستيراد او بثمنهم ده مبلغهم اكثر من ثمن الصوامع لو حسبناه على المدى الطويل يعني. نعم، الدكتور ابراهيم عبد الهادي رئيس قسم بحوث القمح بمعهد المحاصيل الحقليه بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي هنروح لعرض معلوماتي عن محصول القمح وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال تشكى الخير إنها تلبي الاحتياجات وتواجه هذه الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت بأزمة اقتصادية بالتأكيد. Thank you.
وبينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. بنرحب بحضرتك طبعا يا دكتور، ولسه بنتكلم طبعا على بدء موسم الحصاد والافتتاح السيد الرئيس لبدء موسم الحصاد للقمح، وطبعا تحدثنا على نقطة هامة ولو ان احنا بنتكلم على ال 62.5 ألف فدان فقط الآن، لكن مع الوصول في شهر أكتوبر اللي جاي بتزداد الرقعة الزراعية توصل حوالي 300 ألف فدان تقريبا كما كنا نتحدث. الوصول لهذه الإنتاجية أيضا في الوقت القصير، وأنا برجع وأقول مرة تانية كنا لسه بنتحدث على الجزء الخاص بسيد الرئيس وحديثه مع الصحفيين، وكان بيقول إن إحنا بنسارع الوقت. لما بتقولوا أنا بسارع الوقت ليه وبجري بالوقت ليه؟ عشان نحارب أو نسارع أيضا الزيادة السريعة للنمو السكاني في هذه الفترة بتزداد أو بتتضاعف فكرة الحصاد. رأي حضرتك طبعا، وهذا كطمأنة طبعا للمواطن المصري. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير لكل المصريين وكل المستمعين على الدولة المصرية أو خارج الدولة. صباح الخير عليكم. صباح الخير. طبعا هذا اللقاء الثاني امبارح يعتبر من يعني اللقاءات الهامة جدا التي تثبت التنفيذ على أرض الواقع وليس في كلام شعر. ما رأيناه في الأمس طبعا لم يكن وليد يعني الأمس، ولكن ما رأيناه بالأمس هي خطة استراتيجية طموحة للدولة المصرية بقيادة فخامة رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي منذ تولي يعني شؤون الدولة المصرية. بالفعل كان كل الشاغل لحضرته ان لازم تكون هناك يعني محاور تطوير في يعني في كل الاتجاهات. احنا هنا طبعا بنتكلم على اتجاه واحد من عديد من الاتجاهات والمشاريع العملاقه التي تشاهدها الدوله المصريه في هذه الفتره. ان شاء الله بنعتبرها فتره الخير او فتره التقدم والتطور للدوله المصريه. طبعا احنا هنا بنحد كلامنا على هذه المنطقه، منطقه تشكى الواعده ان شاء الله بالانتاج الزراعي والتوسع الافقي كما يعني نتجه اليه دلوقتي. معنى التوسع الافقي اللي هو اضافه مساحه ارضيه للانتاج الزراعي. معنى ذلك ان دي خطه طموحه استراتيجيه بدات من سنوات عديده منذ تولي ما قامت رئيس الدوله، لان قراءه المشهد تقول ان هناك زياده مضطرده في الاعداد البشريه التي تخطت ال 105 او 110 مليون مواطن في الدوله المصريه. كان لازم يواكب ذلك فكر استراتيجي او بيسموه البعد الاستراتيجي او الهدف المستقبلي لاحتواء هذه الزياده وتوفير وتامين الامن الغذائي لهؤلاء المواطنين داخل الدوله المصريه. لان الغذاء هو ضروره لكينونه الدوله، وهو ضروره ل يعني الاستقرار والاطمئنان للحياه داخل الدوله المصريه. ما رأيناه في تشكى، ما نراه الآن في تشكى يعني بصراحة دي مش تشكى بس، ده في عديد من الأماكن، لا تشكى نموذج لعديد من الأماكن الأخرى سواء في شارع العوينات، سواء في الدلتا الجديدة، سواء إن شاء الله في وسط سينا وشمال سينا، مش هنعدد عديد من الأماكن من التوسع الأفقي. معنى توسع أفقي يعني إيه؟ يعني إضافة أراضي زراعية جديدة يعني تنتج بالخير وتنتج بالمحاصيل التي تؤمن الغذاء للمواطن. طيب المصري دكتور عباس، وحضرتك بتتابع امبارح افتتاح موسم حصاد القمح، وحضرتك كمان متخصص في مجال الزراعه كمصري، كيف كان شعورك بان عندنا عدد 65 ألف فدان بيتم حصاد القمح فيهم؟ المفروض ان كمان هيبقى في زياده في المرحله القادمه، وحضرتك كمان متخصص وعارف ان ربما يكون الطقس مختلف في تشكى عن منطقه الدلتا، واهميه هذا الامر وهذا الانجاز الذي تم، كان شعورك كمصري ومتخصص وفاهم في هذا الامر كان ايه؟ انا بصراحه انا كنت في قمه السعاده، لان يعني بشوف مصر القاحله، مصر الرمال، مصر اللي كانت يعني الاماكن دي بالذات يعني كانت تعتبر الاماكن القاحله، اماكن الرمال، اماكن زي كما يقول ما راها من قبل، اماكن المستحيل. صراحه انا كنت فخور جدا ان اماكن الرمال، الاماكن القاحله فيها محصول القمح الذهب الاصفر. نعم الذهب الاصفر، وليست
يعني نبتات الرمال الذهبية أصبحت ذهب أصفر من القمح. الرمال الذهبية القاحلة أصبحت عبارة عن ذهب أصفر اللي هو حبة القمح. يعني أنا كنت في قمة السعادة طبعا، ده إنجاز وتحدي بتوفيق الله سبحانه وتعالى في كل العوامل القاسية والصعبة، والذي يعمل في مجال العمل الزراعي سواء داخل الدولة المصرية أو خارج الدولة المصرية يرى هذا أن فعلا هذا تحدي كبير جدا للظروف القاسية، لأن الظروف القاسية من مناخ ومن رمال ومن ندرة مياه، ونرى بهذا الشكل البهيج. يعني النبات نفسه لما نشوفه داخل هذه الصحراء يعني نبات نبات قائم، نبات كثيف، يشابه تماما المنزرع بالاراضي القديمه او اراضي الدلتا، او يضاهي اي مزارع اقماح في اي دوله في العالم سريه بالامطار وسريه بالمواد العضويه. ما هنا نروح للنقطه دي يا دكتور عباس، فكره ان المنطقه الكبيره دي دخول ليها الطرق، دخول ليها الخدمات، وسائل الري المتقدمه كمان، الكهرباء، الخدمات المهمة اللي بتبقى لازم تكون موجودة عشان يتم الاهتمام بهذه الرقعة الكبيرة. الناس مش متخيلة قد ايه ممكن ده ياخد وقت، وحصل في وقت قصير جدا وصول هذه الخدمات لتشكى والاماكن صعبة الوصول ليها لسنوات كبيرة كانت معطلة فكرة هذا النماء. صحيح حضرتك، ما انا اول ما بدأت كلامي ان انا بقول ان في مناحي كثيرة جدا للتطوير، وانا معلش ما حبيتش ادخل على شبكات الطرق الممتده هناك، والطرق دي هي اساس التنميه، لان الطريق هو اسمه طريق، طالما شق طريق ممهد معناها يلا بسم الله هنبدا ندخل لهذه الاراضي دون معوقات. فشبكه الطرق الموجوده يعني شرف للدوله المصريه، شبكات الكهرباء الممتده داخل الصحراء، يعني الخدمات المؤداه على الطرق، كل ذلك يعني بنية تحتية كبيرة جدا هي مع يعني زي ما احنا شايفين معدات الري الحديثة، أساليب الري الحديثة المستخدمة، يعني الآلات الحديثة في الحصاد وتجميع المحصول، أنا بعتبرها يعني ملحمة كبيرة يعني فيها تكاتف من كل الوزارات المعنية لنجاح نقطة واحدة أو اتجاه واحد. واحنا بصراحه في هذه الفتره من مصر او في حقبه من حياه مصر شايفين ان في تلاحم كبير جدا او انسجام وتناغم ما بين كل الوزارات المعنيه في هدف واحد. يعني نرى ان هنا الطرق تعمل، التطوير الزراعي من الات ومعدات تعمل، التصليح اصلاح الارض الزراعيه وتوفير الاصناف المناسبه على قدم وساق، ملحمة يسموها ملحمة عمل متكاملة لا يدركها إلا الزراعي، والذي شاهد هذه يعني مقدر إن يعني هذا المنظر الجميل مش نتاج إن إحنا اتكلمنا وبس، هذا المنظر حصاد جد وعمل وهدف واستراتيجية وإصرار، ويعني أنا بقولها المعنى تلخص في كلمة ملحمة، ملحمة عمل للحكومة المصرية داخل الدولة المصرية بإضافة هذه البقع وهذه الأجزاء يعني اللي تعتبر دلوقتي سلة من سلال الغذاء. ونرجع ونقول دكتور عباس إن الإرادة عندما توفرت تحقق الكثير. دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، جزيل الشكر لحضرتك. ودلوقتي مشاهدينا الكرام نروح مرة تانية لزميلتنا داليا أبو عميرة وأخبار الرياضة. صباح الخير عليك مرة تانية.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. وأهم الأخبار الرياضية النهاردة، بيخوض فريق الأهلي مباراة مثيرة وصعبة عندما يحل ضيفا على الرجاء المغربي في 12 من منتصف الليلة على استاد ملعب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ويشار إلى أن الفريقين تواجها 10 مرات في مواجهات سابقة بواقع 4 انتصارات للأهلي مقابل انتصارين للرجاء المغربي و4 تعادلات. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قال أن مواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ستكون قوية لأنها أمام منافس لديه خبرات وتاريخ، مؤكدا صعوبة المباراة على الفريقين. مواجهة حاسمة يستضيفها استاد مركب محمد الخامس بين الأهلي ومضيفه الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. المارد الأحمر نجح في حسم لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد السلام بهدفين مقابل هدف سجلهما عمرو سلية وحسين الشحات ليتأجل الحسم لهذه الموقعة. وخلال مباراة العودة يسعى الأهلي لتقديم مستوى مميز يليق به وتحقيق نتيجة إيجابية لخطف تذكرة العبور لنصف نهائي دوري الأبطال من أنياب الخصم في الدار البيضاء. بينما يبحث فريق النسر الأخضر عن الفوز واستغلال عامل الأرض والجمهور لنيل مراده والتأهل إلى قبل النهائي والمنافسة بقوة على اللقب، وقد اعتاد حامل لقب كأس الاتحاد خوض مباريات قوية في المناسبات الكبيرة، مما سيعطي المواجهة زخما كبيرا من الإثارة والمتعة الكروية. المارد الأحمر بلغ الدور ربع النهائي بعدما حصل على وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما تصدر الفريق المغربي المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة متقدما على وفاق سطيف الجزائري الوصيف الذي يمتلك 9 نقاط. الأهلي يعلم قوة منافسة المغربي، لذا سيدخل اللقاء بكل قوة من أجل الاقتراب من تعزيز رقمه القياسي البالغ 10 ألقاب،
وأن يصبح أول ناد يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي. فاز رايو فايكانو على اسبانيول بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني، وبهذا الفوز رفع رايو فايكانو رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد اسبانيول عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً تعاقده مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج لقيادة الفريق الأول بداية من الموسم المقبل. وأفاد الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد أن صاحب 52 عاماً وقع للفريق الإنجليزي على عقد يمتد حتى عام 2025 مع خيار التمديد لعام آخر. ومن المقرر أن يقود المدير الفني الهولندي مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل، أملا في إعادة الفريق إلى الواجهة أوروبيا ومحليا. مشاهدينا، إلى هنا انتهت فقرتنا الرياضية، وعودة مرة أخرى إلى محمود ودعاء لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. شكرا لك يا داليا طبعا على أخبار الرياضة وكل الخدمات اللي بتقدمها لنا. لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا، هيكون معانا فقرة عن الامتحانات والأسئلة وفقرة أيضا عن الرياضة مرة أخرى، كل ده هتتابعوه في فقراتنا المختلفة بعد هذا الفاصل. امتحانات الفصل الدراسي الثاني الرابط، طبيعي ان بيكون الشغل الشاغل لكل اسره في كل بيت هو الاستعداد للامتحانات دي، وخصوصا وان الاطفال بيكون عندهم قلق من الامتحانات الى حد ما، وكمان في حاجات كتير بتبقى متاجله لاخر لحظه في المذاكره، يعني للاسف الشديد ده فعلا ساعات بيحصل كتير. طيب ازاي نهيئ الطفل للامتحانات بشكل سليم من غير ما نضغطه بشكل ياثر عليه؟ ده اللي احنا هنحاول ان احنا نجاوب عليه مع حضراتكم ومع ضيفتنا الكريمه اللي منورانا في الاستوديو، دكتوره ولاء شبانه استشاري علم النفس والخبير التربوي. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا. خلينا نبدا يا دكتور بكلامنا. طبعا يعني في فتره الامتحانات لما تبقى بعد يعني قبليها العيد وبعد العيد بتبقى برضو الاول صعوبه ان انا ادخل في اجواء الجاهزيه للامتحانات. طبعا في جوانب كتيره، بس ده عشان هو هيبقى الاقرب ان احنا هنبقى خارجين من العيد، اعياد طبعا اعياد شم النسيم وراها عيد الفطر المبارك، وهتبقى في راحه وناس في مسافره وجزء كبير، فازاي الاولاد انهم يبداوا يستعيدوا مره تانية انهم ان احنا عندنا امتحانات وهنقعد نذاكر والوقت وما الى ذلك. بص، ابعد عن كلمه صعوبه عشان هي طالعه من قلبك قوي يا عيني. انا بفتكر بقى ايام ايام المذاكره وكده، فالله يكون في عونك. واضح ان ماما وبابا كانوا شداد في موضوع المذاكره. ربنا يعينك. هي بس الفكره بالنسبه لنا ان احنا مش عايزين نقول ان في حاجه ممكن تبقى ديفيكلت في اي وقت من الاوقات، لسبب بسيط جدا، ان اي وقت من الاوقات المفروض ان انا بهيئ نفسي ان انا بتاقلم وبظبط الساعه البيولوجيه بتاعتي حسب التوقيت اللي المفروض ان هو متاح بالنسبه لي، وبشوف ايه المواد اللي هي المفروض بتبقى اكتر صعوبه بالنسبه لي او محببه ليا اكتر، ازاي ان انا برتب الجدول بتاعي اثناء اليوم الرمضاني او اثناء يوم العيد او اثناء قبل الامتحانات، لان التوقيت بيختلف من بدايه الدراسه للتاهيل للدراسه لرمضان لاخر السنه للبرشامه بقى بتاعت اخر السنه اللي هي الخلاصه بقى اللي بنقول عليها، كل التوقيتات دي مختلفه عن بعض. البرشامه القانونيه يعني اللي هي ملخص المذاكره، اللي هي الملخص اللي احنا بنقول عليه الملخص. وخلي بالك هو الملخص ده ما ينفعش نوصل له الا اذا كان اصلا في ستبس صح ليها من الاول، يعني في ناس كتير جدا بتبدا من الاخر اللي هو ايه، تيجي ايام الامتحانات وتذاكر ملخصات، هو ما حدش بيفهم الملخصات على فكره الا اذا كان فعلا مستوعب المنهج بشكل كافي. فاحنا مش هنقول صعوبه، لكن هنقول ان كل وقت ليه متطلباته الخاصه اللي بتخليني اقدر ان انا ارتب جسمي وذهني بشكل صحيح ووقتي، وده الاهم على اي صعيد من الاصعده، سواء هو بقى مذاكره او وقت ولاده او وقت شغل جديد، او يعني مش هي دي اللي هتفرق قد ما الترتيب والتخطيط للتوقيت ده هو اللي صح. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على ان سن يبقى كبير شويه، يقدر ان هو يخطط لنفسه، يقدر ان هو يرتب ظروفه، يشوف هو بيبقى مفوق ومركز في اي ساعه في اليوم، فيبقى هي دي اللي بيذاكر فيها. طيب لو بنتكلم على كافه المراحل بقى،
السن اللي هو مثلا ابتدائي اعدادي ده برضو مش بيبقى مسؤول قوي عن نفسه، يمكن من ثانوي بقى بندخل في انه بقى مسؤول بشكل كبير قوي نسبيا. اولياء الامور يعملوا معاهم ايه؟ بصي، هو ولي الامر ولي الامر للطفل لغايه ما يبقى في ثانويه عامه، هو لغايه ما هو بقى عنده 20 سنه هو ستيل طفل، ده علميا ده حقيقي. فبالتالي دور الاسره لا يمكن انكاره اطلاقا في حته ترتيب الوقت وتنظيم التهيئه اللي حوالين الطالب ونوعيه الاكل وشكل النفسيه اللي محيطه بيه، لان انا دايما بقول ان الطفل ما هو الا سبونج بيمتص كل السلبيات وكل الايجابيات، وللاسف الجيل ده عنده استعداد لاستقبال السلبيات اكتر من الايجابيات. فبالتالي لازم اخلي بالي، ما اقدرش ان انا اقول يعني نسبيا الكبار ممكن الدنيا تبقى بالنسبه لهم اسهل عشان هيساعدوكي كبيرنت ان انت تظبطي الدنيا معاهم، لكن ده مش هيعفي الاسره ابدا ابدا من ان هي يكون ليها دور بنسبه 90% على تنظيم وقت الطالب ده. 10% حاسبهم لفكرة فرق الأجيال اللي هتخليني أقول إن الطالب دلوقتي ما بيمشيش بالأوردرز أبداً، لا يمكن تديله أوامر يمشي عليها. فال10% دول بس إحنا هنسيبهم أفيلابل عشان تديله الإريحية الكافية إن هو يشاركك في اللي أنت هتنفذيه. ده للي يقدر إن هو يعمل لوحده بالزبط. لكن ابتدائي مثلاً طبيعي إنك دايماً بتلاقي الأب والأم هما اللي بيتابعوا معاه إلى حد كبير. يعملوا ايه معاه مثلا واحنا في اواخر ايام رمضان واحنا فعلا داخلين على العيد زي ما كان محمود بيقول، يقولوا له طب انا مرهق وصايم، هيقولوا له ذاكر، طب انا عايز اعيد، هيقولوا له ذاكر. يوصلوا الفكره دي ازاي؟ ذاكر، احنا عندنا ذاكر دي يعني ذاكر دي جينا احنا، لكن هي لسه موجوده ولا ايه؟ للاسف هي لسه موجوده مع ناس كتير جدا. وبعدين احنا دايما عندنا فكره القناعه بان كل حاجه مرفوضه حوالينا، الوزاره قالت قرار النهارده مرفوض، الوزاره اختلفت معايا كشخصيه وليه امر عاديه، اختلف واقلب الدنيا عندي في البيت، زي القرار مثلا اللي حصل من السيد الوزير بتعديل خطه الامتحانات للثانويه العامه. بمجرد ما حطيت ملخص المؤتمر عندي على الفيسبوك اتفاجئت بهجوم غير عادي، على الرغم من ان ده كان مطلب اصلا جماهيري من اولياء الامور كلهم ان الدنيا تبقى اسهل. فالفكره هو مفيش حاجه بتعجب الكل خالص يعني احنا لازم نتفق على ده. لكن انا عايزه اطلع بنقطه مهمه جدا، ان احنا شئنا ام ابينا اجتمعنا ام اختلفنا نفسيه ابني دي مهمه جدا، ولازم اخلي بالي ان 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 ابني ده زي ما بقول كده هو سفنجه قاعد بيمتص كل حاجه بتحصل في البيت. فارجوكي بلاش كأم تديله الشماعه اللي هو يعلق عليها فكره الاخفاق بشكل او باخر، لانه في الاخر هيقول لك ايه يعني يا ماما مش انت اللي كنت بتقولي على الوزير كذا، يعني هو يعني انت عاجبك قرارات الوزاره يعني مش عارف الله، هو يعني انت اديتيله فكره الاستشهاد من بابه يعني فبالتالي لو سمحتوا ما حدش ينتقد المؤسسه التعليميه اللي هي اقلها المدرسه باي شكل من الاشكال، لان ده للاسف بينعكس سلبا على الطالب وبيشغل حيز من تفكيره بشكل غير عادي. وللاسف زي ما بقول لك كده احنا بنديله الشماعه اللي للاسف بيركن عليها نفسيا وان ممكن تلاقي مثلا كلام في ان لا مدرس ما كانش صح غلط حاجه اللي عملها المدرسه على فكره نطقت الكلمه دي مش مظبوط. حتى لو المدرس او المدرسه غلطوا وده وارد جدا، احنا كلنا بشر، ما ينفعش ان انا انتقده قدام الطالب ابدا، لان الطالب لو ما كانش بيتعامل كده مش هيتلقى اي حاجه بعد كده من اللي قدامه. احنا طول عمرنا بنتعامل مع المدرس ده كانه نبي منزل، يعني الميس دي الكلمه بتاعتها اللي بتقولها كانت كلمه مقدسه، اللي هو لا يا ماما ده الميس قالت كذا. فعلا لما بنقول كده المعلم ان يكون رسولا، مش احنا اللي يعني اللي قلنا الكلام اللي زي ده. طب انا عايز اروح لحته ابعد شويه، انا عارف ان يمكن مش وقتها، لكن هتسهل ده في عملية الـ يعني الاستعداد للامتحانات. احنا قدرات كلنا وقدراتنا مش زي بعضها، وكلنا بنقعد نضغط على الاولاد في فكره انه كلنا شاطرين، لا مش كل الناس هتعرف تجيب، لا ده كل اولياء الامور الاوائل، انا ده اللي انا بقوله طلع تاني. ففكره السلام النفسي للبيرنتس زي ما حضرتك بتقولي او الاباء في انهم يتقبلوا قدرات ابنهم طالما هو لم يقصر، يعني العملية دي تتعمل ازاي؟ العملية دي تتعمل بشكل إيماني بحت، اللي هو لازم نؤمن بان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في فروق فرديه وفي تفاوت ما بيننا وفي ليفلز مختلفه في مقاييس مختلفه في كل حاجه في حياتنا. ان انا يكون عندي سلام داخلي زي ما حضرتك ما بتقول كده، بفكره ان انا مؤمن بقدرات ابني دي في حد ذاتها هتشجعه جدا. وزي ما قلت قبل كده بمثل بسيط، انتوا عارفين انا بحب ابسط الدنيا جدا، انت احيانا ممكن تروح لزوجتك وهي عامله اكله بسيطه جدا قلتها ده انت تفوقتي على نفسك، حتى لو هي الاكله بسيطه. ليه بتقول تفوقتي على نفسك؟ لان هي مش عادتها ان هي تكون بتطبخ بشكل كويس. ففكره ان انت وصلت ابنك ان هو يبقى احسن من مستواه الطبيعي حتى لو هو جايب 51%، فانت بالنسبه لك انت مش متوقع ان هو يعمل كده. دي فكره دايما يعني بتدي بوش جامده جدا للطفل ان هو يحاول ان هو يتشجع ويدي اكتر. لكن احنا للاسف دايما عندنا المبدا بس إيه؟ في اطفال انت كويس خلاص نقعد على كده،
يعني ما يبقاش احسن لا بعد كده. لا هي الفكره ان ايه، ان ان انت كان ممكن تعمل احسن من كده. ده بيبقى افضل دايما. يعني انت برافو عليك، ممتاز، انت جبت 70%، جبت 80%، انت كويس جدا، ممتاز. المره الجايه بقى نشوف. بس أحسن. انا شايف ان انت قدراتك تدي اكتر من كده. لكن احنا للاسف عندنا الكومباريزون ما بتبقاش كده. الكومباريزون بتبقى عندنا، طب ما ابن خالتك جاب كذا، طب ما جارنا كذا، جاب اقل من كده ليه؟ ده انت ابوك طفحان الدم عليك، ده انا ممكن اطلق لو سقطت في الثانويه العامه. احنا بنسمع كميه اكسبريشنز في الامتحانات دي الحقيقه، يعني تودي طالب ورا الشمس والله، مش تخليه يخفق في امتحاناته بس. لان انا برضو عايزه اقول الموضوع بشكل بسيط جدا. انت المخ المفروض ان هو بيستوعب طاقه معينه من الاستيعاب الذهني. عايزه اقول لحضرتك فكره ان انت تبقي بتشبعي ابنك دايما بفكره ان هيحصل لنا مشكله، ابوك هيعمل، خالتك حصل لها كذا، عمك حصل له كذا، الجيران والمقارنه، انا خليت احتلال نفسي غير عادي للمخ اللي المفروض ان هو يحتل من قبل المذاكره فقط. فانت للاسف بتضري ابنك بشكل غير عادي، وانت يعني اكيد طبعا ما تقصديش. دكتور لكن ده ما بيبقاش ساعتها في المذاكره بس، هو بيطلع بقى في كل حياته. لا ده المقارنات دي، ده طبيعي، ده طبيعي. حضرتك انا دايما بقول يا جماعه غايه الكمال بالنسبه لي للطفل مش ان هو يكون هادي. انت لما تلاقي ابنك هادي اجري بيه على الدكتور، انا بقول لك كده. مش الطبيعي ان الطفل يبقى هادي. طبعا في فروق فرديه، وفي مستوى من الشقاوه مختلف، ومستوى من الهدوء مختلف. لكن لما الاقي الدنيا كيوت قوي كده، ده نقله. المفروض الناس تاخد بالها من الموضوع ده. لما الاقي ابني ماسك الموبايل، فبالتالي الحياه بالنسبه له ستيبل، انا بفرح والحياه جميله، حتى لو هو بيتفرج على حاجات تعليميه. غلط. غلط. فكره الالتصاق بالاجهزه الاوحيه بشكل مبرح بالمنظر ده، دي قمة المصيبة. طيب الحقيقة احنا دلوقتي بنتكلم على ان ما يبقاش فيه مقارنات، وما نحملش الاطفال حملة ممكن يبقى فيه مشكلات. احنا الاول احنا لسه ما جاوبناش على السن الصغير، نرتب معهم الظروف ازاي عشان المذاكرة. بس على ذكر ان احنا ما نعملش مقارنات، يعني انا شفت بنفسي ان طفل وده صغير قوي، يعني اللي هو السن الصغير جدا في المدرسة، مش عايز يعمل الواجب. طب يعني انت عايز كل اصحابك يعملوا الواجب وانت لا اوكي. طب انت عايز الميس تبقى زعلانة منك؟ لا ان شاء الله مش هتزعل. طب ايه ده؟ ايه بقى؟ لا هو لازم يبقى ده ملوش دعوه بالمقارنات. هو بصي، حسب الريسبونس بتاع ولي الامر اللي هو شايفه قدامه، الدنيا بتمشي بشكل صح. يعني فكره كلمه الواجب دي، الواجب دي بتدي فرضيه للحاجه. وانا قلت ان الجيل ده مش محتاج فكره انك تدي له اوردر بشكل مباشر، مش هيتقبله. لكن تعالى نشوف مين فينا هيكتب بخط احلى، انا ولا انت؟ مين هياخد جايزه النهارده؟ هنعمل كذا. دكتور انا عايزه اقف على نقطه ان الجيل ده ما ينفعش ان هو ياخد اوردر بشكل مباشر. لازم حكاية. السؤال بس هو لو متعلمش ان هو هياخد اوردر بشكل مباشر، في حاجات في الحياة كده كده بتبقى مفروضة عليه. لازم ان هو يصحى الساعة كذا، لازم ان هو يعمل كذا، لازم دي اوردرز. ما هي دي نوع من انواع الاوردرز بس بشكل اندايركت. يعني لما تخلي الاوامر دي جايه له بشكل غير مباشر، هتديله نوع من الاعتيادية او التقليدية ان هو يعملها. مش يعني مفيش يعني مشكله. يعني اقول له ايه؟ عايز تصحى تروح المدرسه؟ لا يعني مش عايز. ايه رايك؟ بص، شفت لما صحيت بدري النهارده كنت مرتاح ازاي؟ هتبص تلاقي الساعه البيولوجيه اتظبطت معاه من غير ما انت ما تصحيه. خلاص الدنيا اتظبطت معاه، هيقلق حتى لو مش هيروح المدرسه، هيقلق في الوقت ده. ودي حاجه طبيعيه جدا في الانسان، ان هو لو الساعه البيولوجيه اتظبطت على وقت معين، انت مش محتاجه منبه. خلاص انت بتبقي خلاص دايلي، انت واخده على انك بتقومي في اليوم ده. فكره الاكل نفسه، لو هما متعودين ان في الثلاث وجبات المفروض ان هما ليهم مواعيد معينه، مره هحيله، مره هسيبه خالص، لا اوكي براحتك، بس الاكل وقت ما هيتحط لازم كلنا نبقى قاعدين بناكل مع بعض عشان بنتكلم. ادي نوع من الاستمتاع جنب الالزام. دي هتعمل يعني تلازم دايما ما بين فكره ان انا بخليه ينفذ اللي انا عايزاه، لكن هو عارف ان هو ده الصح، هو المفروض ده اللي نعمله. زي ما احنا دايما بنقول ايه، فكره التعود يعني بتخلق شيء من الروتين اليومي اصلا للانسان، بدون ما يعني يبقى قاصد ان انا هقوم اصلي، ان انا المفروض في رمضان هصوم، ان انا هعمل كذا. فالطفل في الوقت اللي احنا فيه ده ذكي جدا. ده مش معناه ان قبل كده ما كانوش اذكياء، لكن مستوى التقنيه دلوقتي والمغريات اللي حوالين الطفل خليته بقى مستوعب اكتر، خليته عايز يبقى عنده استقلاليه اكتر. مش عيب ان مثلا وبنتك بتختار مثلا لبس من بره، او فساتين، او اي نوع من انواع الملابس، ان انت تدي لها اختيار متعدد مقبول ليكي. فبالتالي انت اديت لها اريحيه ان هي تختار حاجه، ولكن في نفس الوقت في الحاجات اللي افيلبل بالنسبه لي. دي في حد ذاتها هتعمل اشباع نفسي كويس جدا. مره بعد مره هتلاقيها بتستوعب ان ماما كان ذوقها كويس، كان عندهم حق كده. انا عايز اروح لحاجه بس مش عارف يعني يعني ودعاء ما بترحمش في الحاجات في زي كده يعني، فمش عارف. انا عايز اصلا اروح لنقطه لما بيختلف الاباء بين بعضهم. فساعات وانا مش قصدي يعني، بقول دايما ان الام بقى هي اللي بتوحى يعني بتطبطب، ويعني اصلا كانت حازمه
لكن في نفس الوقت في امهات كتيره بقى ما تسيبه، ما هو كده ما تكلمهوش بقى، ما يعني الحمد لله. العمليه دي برضو بتخلق نوع من يعني مش هقول ديبيت، بس بتخلق في البيت انقسام بشكل كبير. ازاي بقى تحصل؟ يعني ازاي الراجل يهندل ده؟ ازاي الام هي يعني دي بالظبط مشتقه من فكره غياب المعيار للقدوه اصلا داخل البيت. هو المفروض ان دايما بتبقى فيه كلمه واحده داخل البيت، وبالتالي ما اقدرش ان انا اكون بقول لا احنا بنرجح فلان عن فلانه، او الام عن الاب، او العكس صحيح. ودايما ما اقدرش اقول ان الاب هو اللي بيربي، هو اللي عنده الحزم، هو اللي عنده الشده، والام لازم هي اللي تبقى بتطبطب وهي اللي لا خالص. على فكره لازم يكون الدور بينهم تكاملي باي شكل من الاشكال. ما ينفعش الام تطبطب على طول، وما ينفعش الاب يشد على طول. ما ينفعش الابن يحب الام عشان هي بتطبطب فبالتالي يعمل الغلط وهي تداري، ولا ينفع برضو ان هو يحاول ان هو يعمل الصح فالاب يكرهه في الصح ده بسبب الشده. والعكس صحيح، احنا احيانا بنلاقي العكس على فكره. يعني ممكن يكون الاب هو اللي محتوي قوي قوي، والام هي اللي دايما شديده على اعتبار ان الاب مش موجود على طول. ده دايما بيتكامل ما بين الاثنين. وخلي بالك ان على اختلاف مستويات مراحل الطفل في الفئات العمريه المختلفه، هتلاقي في دايما ادوار بتركن الى الاب اكتر، وادوار في اوقات تانية بتركن الى الام اكتر. يعني مثلا مرحله الطفوله المبكره اللي هي من اول مثلا الحمل والولاده لغايه مثلا تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، دي ام فيهاش كلام. عشان كده حتى فتره الحضانه دايما بتبقى الام اكتر في الوقت ده. بنيجي لمرحله البلوغ بيبقى حسب الجنس، يعني لو الولد هيحتاج للام للاب اكتر، لو البنت هتحتاج للاب اكتر. فكره الرشد بعد كده هتلاقي دايما برضو العكس صحيح، دايما هيبقى بيحتاج للاثنين، في راس الحكمه وفي راس للقلب. الموضوع بالنسبه له بيبقى مختلف، فبيبقى محتاج فعلا يبقى فيه بالانس اصلا ما بين هو الاثنين. ملخص الموضوع يا دكتور ان دايما، وربنا يخلي كل الولاد وكل ابهاتهم وامهاتهم، ان دايما الولاد محتاجين الاب والام. ايوه، مفيش واحد اسمه دوره متنحي. ما كانش ربنا خلقه ان هو يبقى دايما موجود. انا بقول ابسط حاجه، لو الام ملهاش لازمه كانش ربنا خلقها، لو الاب ملوش لازمه كانش يعني ربنا حتى خلقه. لو واحد فيهم هو اللي قال قرار معين فيما يتعلق بالطفل، لازم التاني يقول ايوه انا موافق على ده. طبعا يكون بالزبط. بالنقاش، مش اللي هي ايوه وخلاص. يعني بس بما ان وقتنا خلاص قرب ان هو ينتهي، عايزه برضو اجاوب على نقطه ترتيب او تنظيم مواعيد المذاكره بالنسبه للصغير اللي هيكون مسؤول عنها الاب او الام بالنسبه للاطفال. بس هو بمنتهى السهوله بالنسبه لنا في البيت، لو احنا بنرتب مثلا جدول خاص بالطفل، انا هحاول ان انا ارتب الجدول ده واحنا قاعدين من المدارس دلوقتي حسب نفس الجدول اللي انا بمشي فيه في المدرسه. طبعا على اختلاف التوقيت، يعني ايام المدرسه مثلا بنصحى الساعه 5:30 6، لو دلوقتي بيصحوا مثلا الساعه 10 11، هبتدي ان انا اظبط اول سيشن عندي في المدرسه هي هتبقى اول سيشن عندي في البيت، من حيث بقى سواء المذاكره الاساسيه او الريفيجن، هو خلاص خلص وبيبتدي ان هو يراجع. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اثناء المذاكره السريعه اللي المفروض ان انا بحاول ان انا الحق بيها الدنيا قدر الامكان، لازم اعمل هايلايت على كل البوينتس اللي تبقى مهمه بالنسبه لي. لازم اعود الطفل ان هو بيذاكر يذاكر بصوت، لان انا لما بشارك كل الحواس معايا في الاستذكار دي بتتحفر في دماغ الطفل بشكل كبير. ما حسسش الولد ان هو داخل حرب، لا انت يعني عايزين ان شاء الله تبقى نتيجه كويسه وانا واثقه في قدراتك كويس جدا، تحب نذاكر ايه الاول؟ طب انت مثلا ما بتحبش الساينس، طب ناجل الساينس شويه ونذاكر حاجه زي كده، حاجه تبقى سهله بالنسبه له. حاجه زي كده هتخلي الطفل مقبل على ان هو يذاكر، حاسس انها عمليه فعلا محببه بالنسبه له. في مشكله كبيره بقى عايز الفت النظر ليها، ان احنا دايما في التوقيت ده سواء للكبار او للصغيرين بنلجا لمساله الامتحانات، وبتلاقي اثناء الثانويه العامه او الاعداديه او اي امتحانات كبيره بالنسبه النهائيه بالنسبه للاولاد، بيقول لك انا ابني مقفل كل المراجعات ازاي، والامتحانات النهائيه ازاي جه في الامتحان وحصل معاه الاخفاق ده، لان للاسف احنا ما بنوفرش نفس البيئه الملائمه اللي المفروض هو يتحط فيها اثناء الامتحان. يعني الامتحان مثلا بتاع الرياضيات اللي المفروض يتحل في 2:30، احنا بنحله في البيت في 5 6 ايام، يعني ما فيش مشاكل. بس يقول لك ده انا قفلت الامتحان، ايوه قفلته في قد ايه؟ ما هو فكره ان انا حطيت الطالب لا، التدريب على الامتحانات في البيت لازم مهمة. بنفس التوقيت وبنفس تحصيل الدرجات بالظبط، لوحده بالظبط بالظبط، عشان اقدر ان انا فعلا يعني ادخل الريسك بالكامل، عشان ابقى عارف فعلا التحصيل الصح بالنسبه لي هيبقى قد ايه، اظبط توقيت الاسئله مثلا المقاليه بنسبه قد ايه، اظبط وقتها ازاي، اهتم باسئله ايه اكتر من ايه، لان في اسئله بتبقى متفاوته في الدرجات ما بين مجموعه واخرى من الاسئله. كل الحاجات دي فعلا مش هيقدر ان هو يعاصرها صح. اشيل السندوتشات من على الترابيزه والولد بياكل، او من على المكتب والولد بيذاكر، لان دي في حد ذاتها طبعا بتعمل مفارقه في الاكسجين في الجسم بشكل غير عادي، الناس ما بتبقاش واخده بالها من كده. ودايما الام المصريه اصيله، دايما معاها صينية
صينية السندوتشات ولازم المكرونة بالبشاميل والبط عشان الولد يتغذى. ده رمضان خير دليل احنا بناكل من هنا وكلنا بنروح يحصل لنا الموضوع ده فازاي يبقى في المذاكرة. الوقت جري مع حضرتك جدا وبنشكرك دايما على النصايح دي يا رب الناس تستفيد منها. دكتورة ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية والخبير التربوي دايما منورانا. شكرا لحضرتك ونورتينا. ومشاهدينا الكرام هنخرج الفاصل ونرجع مرة تانية نكمل مع حضراتكم هذا الصباح. اهلا بحضراتكم من جديد في هذا الصباح. هنروح لفقره مختلفه يعني جايه من قبل الفطار ببدري شويه بس يلا امرنا لله وهنتكلم عليها. هو عن الاكلات. زوار مرسى مطروح دايما بيحرصوا على تناول بعض الماكولات اللي طبعا بتتميز بها المحافظه سواء في رمضان او غير رمضان على موائد السحور او الافطار. اهل المحافظه كمان لا يخلو موائدهم من هذه الماكولات المشهوره بها. بيتميز المطبخ في محافظة مرسى مطروح بوجود أكلات قبلية زي ما بيقولوا من القبائل بتبدع فيها المرأة البدوية. وخلينا نعرف بقى عن الأكلات دي المطروحية وأكلات المميزة في التقرير ده ونرجع نكمل مرة تانية. المطبخ المطروحي موروث اجتماعي وتاريخي تشتهر به محافظة مطروح خاصة خلال شهر رمضان الكريم. تتميز أكلاته القبلية التي تبدع المرأة البدوية في إعدادها بتشكيلات متنوعة لها مذاق خاص. إحنا في رمضان أول ما بنبني خيمة برا قدام البيت ونعمل الشاي برا على الحطب نار ونعمل خبز اسمه التنور عيش في التنور بالحطب ونعمل حتى بمردم نعمل في اللحمة ونسوي فيها كده سموها مندي في الخليج وإحنا نعملها نقول بمردم. وزي ما قلت لك جماعة كل الأكلات دي شربة وطبيخ ورز زي وادي النيل بالضبط. اعتاد أبناء البادية هناك على إعداد المفروقة التي تأتي ضمن طقوسهم الخاصة لتناولها بعد صلاة التراويح. بعد ما نصلي التراويح عندنا الحلو بتاعنا حاجة اسمها المفروكة بتتعمل بالعيش والتمر والزبدة وبتتشرب مع الرايب وبتبقى لذيذة جدا وفي نفس الوقت خفيفة على المعدة. صلة الأرحام والإبقاء على التجمعات تأتي أيضا من الطقوس التي يحرص أبناء المحافظة على مواصلتها خاصة في الشهر الكريم. لنا يعني عادات خاصة بينا بالحكاية الزيارات والسهرات وإحنا طبعا متعودين دايما بعد العشاء البدو ينام يعني كله ينام نام في رمضان كله يسهر يصلي الفجر وينام. عادات وتقاليد تعكس هوية أهالي محافظة مطروح خاصة خلال الشهر الكريم. ودائما يحرص كل مواطن هناك على التمسك بإحياء طقوسهم وموروثهم على مر الزمان. استضاف مركز شباب الجزيرة فعالية It's On ودي عن ريادة الأعمال وده من أجل تعلم الشباب كيفية إقامة المشروعات الصغيرة وآليات العمل على تطويرها للتحول لشركات كبرى ذات عائد يستفيدون منه. مزيد من التفاصيل في التقرير ده. في ليلة من ليالي رمضان استضاف مركز شباب الجزيرة فعاليات It's On عن ريادة الأعمال وذلك من أجل تعلم الشباب كيفية إقامة المشروعات الصغيرة وآليات العمل على تطويرها للتحول إلى شركات كبرى ذات عائد يستفيدون منه. أنا في البداية كان عندي مشروع بجيب منتجات من تجار جنب مني في المنطقة وابتدى أوزعها. كان عندي صعوبة في أن أنا أوصل المنتج ده من مكان لمكان فسمعت عن حاجة اسمها مبادرة وزارة الشباب والرياضة درجتك دخلك فقدمت فيها والحمد لله دخلت الانترفيو واتقابلت الحمد لله وخدت العجلة وابتديت بقى انا ايه اوصل المنتجات دي بقى عندي سهولة في التوصيل عن الاول خالص والحمد لله المشروع يعني اول باول بيكبر والحمد لله يعني حاجة كويسة وحاجة يعني بشكر جدا الوزارة وبشكر كل الناس اللي قاموا على الموضوع زي ده. فكرة ان احنا عندنا في الاسواق او بعد كل سوق بيبقى فيه مخلفات زراعيه كتير فالفكره بتاعتنا ان احنا نجيب كل المخلفات دي بدل ما تبقى مرميه في الارض وده كده وسط في المجتمع عموما بنجيبوها بنجمعوها بنحولوها لسماد طبيعي اسمه كومبوست. السماد ده لما بيتحط على الارض بيطلع حاجات اورجانيك بنسبه كبيره جدا. اهميه كبيره لهذه الفعاليه تتمثل في مشاركه مئات الشباب من كل المحافظات المصريه استعرضوا تجاربهم الخاصة في العديد من الأعمال والتنمية.
استفدت ان انا ازاي اطور مشروع وازاي يبقى عندي اراده وان ازاي ممكن اقع في فتره واقوم تاني وازاي افضل مصره على ان انا انجح وان انا اطور المشروع بتاعي وان انا يبقى عندي هدف افضل وراه. استفدت ان انا يعني لو عندي مشروع ازاي اطوره اكتر وان انا ازود من دخلي وهكذا يعني. واني كمان ان المشروع ريادة الاعمال بتعلم الاشخاص ازاي تكون قاده برضو وازاي يضيفوا المجتمع وان هم يقللوا من بيوفروا فرص عمل للشباب. ما شاء الله الواي ال واي دي مجموعه من الشباب، شباب يدير الشباب اللي هم كان الاول معنيين او الناس فاكره اللي هم معنيين بتنظيم الايفنتات بس، لا ما شاء الله تبارك الله شغالين على نفسهم بيطلعوا افكار خارج الصندوق. النهارده بنتكلم على رياده الاعمال وده شيء كويس جدا ان هم بيفيدوا الشباب، مش بس هم واي ال واي وكمان بيفيدوا الشباب المجتمع كله. فعالية It's On هي بداية لسلسلة طويلة من الفعاليات التي تهدف إلى تفجير طاقة البناء والإبداع لدى الشباب الطامح لتحقيق الذات من خلال مشروع صغير يكبر مع الأيام. بنروح مع حضراتكم لموضوع آخر يخص الإسكان. محافظة القاهرة بتستعد لتسليم وحدات الإسكان البديل بمنطقة مثلث مسبيرو خلال الفترة المقبلة، ده في الوقت اللي بتتواصل فيه تنفيذ النسبة المتبقية من المشروع اللي بتمثل حوالي 10% مرتبطة بالتشطيبات النهائية أو الواجهات داخل المشروع. الوحدات موجودة في برجين بارتفاع 18 طابق، كل برج فيه 5 بنايات متصلة بحيث يضم كل دور حوالي 26 وحدة سكنية بإجمالي عدد وحدات بيصل ل 936 وحدة داخل البرجين. عملية التسليم واللي هتتم للمستحقين عقب انتهاء العملية الإنشائية هتتضمن تسليم الوحدات للسكان المستحقين اللي اختاروا العودة مرة تانية للمنطقة، وده من خلال قوائم عدتها محافظة القاهرة في الوقت اللي بتتواصل فيه عملية ترقيم الوحدات السكنية وإبلاغ المحافظة بأرقام ومساحات الوحدات لتوزيعها. كمان عملية التسكين داخل المشروع هتتم من خلال نظام الإيجار التمليكي من خلال سداد الإيجار لمدة 30 سنة، بعدها بتصبح الشقة ملك الساكن. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا المهندس نسيم سليم مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث مسبيرو. بنرحب بيك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. طيب يا فندم صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. طبعا احنا يعني مش شايفين المشروع، لكن لما بنعدي كده من فوق كوبري 15 مايو وبنعدي جنب المنطقة بنشوف قد ايه درجة الأعمال إزاي. الشكل أكيد برضو باين من النظرة المبدئية كده اللي بتكون ما بين الحديد اللي بنحاول نبص عليه، فإن شاء الله متوقعين تطور كبير شكل كبير. وإحنا شايفين دلوقتي بعض اللقطات طبعا سواء من الفيديو أو الدرونز وما إلى ذلك. لو برضو بشكل عام عايزين نطمن على إلى أي مدى وصل ليه المشروع حتى الآن. وحضرتك طبعا منطقة مثلث مسبيرو كانت منطقة عشوائية ذات خطورة من الدرجة الثانية، فقام الرئيس كان حريص كل الحرص ان هو يوفر سكن آمن للمواطن المصري. وبالفعل احنا بدأنا في 6/2019، طبعا احنا بدأنا في منطقة الإسكان البديل للناس اللي كانت راغبة في العودة مرة ثانية الى منطقة الإسكان البديل. طبعا الدولة وعدت الناس واوفت بالوعد، والناس كانت بتشكك في قدرة الدولة المصرية ان هي مش هتفي بالوعود، ولكن هذا الكلام عاري تماما من الصحة. والحمد لله بدأنا في الإسكان البديل في البرجين زي ما حضرتك قلت، برجين بارتفاع 18 طابق ودي وحدات سكنية بيمثلوا 936 وحدة للناس اللي راغبة في العودة مرة تانية إلى منطقة مثلث مسبيرو. الحمد لله احنا وصلنا حوالي 90%، المتبقي النسبة البسيطة 10%. الحمد لله يعني احنا بيشتغل ليل مع نهار لإنجاز المشروع في الوقت المحدد ليه، وإن شاء الله هيتم تسليم الوحدات من خلال محافظة القاهرة من خلال العقود المبرمة مع الناس اللي كانت موجودة واللي كتبوا رغبة في العودة مرة تانية إلى منطقة. طيب اللي كتبوا عودة في الرغبة مرة تانية لمنطقة مسبيرو، وعايزين نتكلم أكتر على الإجراءات اللي المفروض إن هي تتم للرجوع مرة أخرى، وفكرة الإيجار التمليكي بتتعمل إزاي أو بتتنفذ إزاي؟ هو الموضوع كله مع محافظة القاهرة. احنا كممثل، انا كممثل هيئة المجتمعات العمرانية، احنا اللي بننفذ وبنمول المشروع. موضوع تحديد القيمة الإيجارية او تحديد الفترة الزمنية ده كله محافظة القاهرة اللي بتحدده. احنا بننفذ عدد الوحدات المطلوبة بالمساحات مختلفة
المحافظة بتعطي كل شخص الوحدة السكنية بالمساحة المحددة ليه طبقا للحصر اللي هم كانوا منفذينه في البداية معاه في المكان اللي كان ساكن فيه في البداية. طيب. فالفكرة كلها من خلال محافظة القاهرة هي اللي بتحدد الساكن ده هياخد وحدة مساحتها طيب. كام، عدد غرفها كام. أنا منفذ نموذجين، عندي في نموذج غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، وفي عندي نموذج ثلاث غرف ومطبخ وحمامين وصالة. المحافظة هي اللي بتحدد الشخص هياخد وحدة غرفتين وصالة ولا ثلاثة وصالة. ده من خلال المحافظة. أنا بنهي الوحدات وبعطي لهم الأرقام الوحدات بمساحات كل وحدة. طيب باشمهندس خلينا برضو يعني بما ان حضرتك التنفيذ طبعا وزي حضرتك بتشرح لنا الوحده نفسها شكلها ازاي، احنا عايزين حضرتك تدينا كده تخيل لمنطقه ماسبيرو او مثلث ماسبيرو هتبقى شكلها ازاي. هل كلها وحدات سكنيه؟ هل في متقسمه مثلا زي الكومباوندات والاماكن اللي زي كده، دي منطقه تجاريه دي منطقه سكنيه؟ يعني احنا عايزين نتخيل ونتمنى ان شاء الله هو الشكل الاحسن اللي هيكون موجود عليه هذا المشروع. هو طبعا منطقة مثلث ماسبيرو هي منطقة مساحتها محدودة وسعر المتر فيها عالي جدا، فكان احنا ينبغى علينا ان احنا بنحاول نستفيد من كل سنتي موجود في مثلث ماسبيرو. طبعا احنا عدنا التخطيط في مجموعة من الابراج هتبقى موجودة، في ابراج سكنية، في ابراج ادارية، في تنسيق موقع، في براكن موجودة سطحية، وكنا حريصين برضو على تنفيذ مكان دي سكن السيارات كبراكنج في البدرومات، وفي الدور الأول علوي عنده دورين في الإسكان البديل موجودين بنستخدمهم كجراشات، في عند الدور الأرضي عملنا مولات تجارية ومحلات بحيث الساكن اللي هيبقى موجود في الأبراج ينزل تحت الأبراج هيلاقي طلبه موجود في المحلات والمولات التجارية الموجودة. في عندي برضو في أبراج النيل ماسبيرو موجودة على النيل دي، يعني هيبقى فيها أدوار ترفيهية، دور سينمات، مكتبات، ده كله بنحاول نوفر حياة كريمة في منطقة مثلث ماسبيرو. طبعا عملنا البنية الأساسية كلها تم إزالتها وبيتم إنشائها من جديد. في عندي بعمل شوارع موجودة في مثلث ماسبيرو، عندي شوارع بعرض 25 في عرض 31 متر، ده كله بنحاول ان احنا التخطيط يتماشى مع الحياة الكريمة بحيث المواطن يقدر يخش ويوصل لمكان البرج بتاعه بسلاسة ويبقى فيه دخول وخروج من مثلث ماسبيرو. في مشكلة حصلت يبقى تلاقي فيه سلاسة في المرور داخل مثلث ماسبيرو. وفي اماكن ترفيهية، وفي برضو عندي براكن ساحات انتظار برضو سطحية عشان نستوعب كم السيارات يكون موجود ان شاء الله. كل التوفيق يا باشمهندس ان شاء الله، ويطلع منطقه مثلث ماسبيرو على احسن واكمل وجه ان شاء الله. المهندس نسيم سليم مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقه مثلث ماسبيرو، شكرا جزيلا لك. وطبعا واحنا في شهر رمضان وكمان بنستعد لايام العيد بنلاقي ان التزاور واللقاءات والعدد بيبقى كبير ساعات كتير في وقت الفطار او فطار العيد حتى بإذن الله، لكن خلونا نقول إن لازم برضو يبقى لنا لسه احتياطات لأن كورونا لم تنتهي بعد. ده اللي بالكلام اللي بتقوله منظمة الصحة العالمية واللي قالت إن متحور أوميكرون لا زال السائد والمنتشر إقليميا وعالميا، وده في المؤتمر الصحفي الدوري للإعلان عن تطورات فيروس كورونا. الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط أكد إننا شهدنا في هذا الأسبوع انخفاض بنسبة 21% في عدد حالات الإصابة المبلغ عنها حديثا، وانخفاض بنسبة 24% في عدد الوفيات. قال كمان أنه لا يزال أوميكرون هو المتحور السائد المنتشر إقليميا وعالميا في الوقت اللي بتواصل فيه منظمة الصحة العالمية رصد العديد من السلالات الفرعية المنحدرة من هذا التحور الأكثر انتشارا. طيب خلينا نروح لتفاصيل أكثر مع الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة الأسبق بجامعة عين شمس. بنرحب بك يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب والسادة المشاهدين كل عام وانتم بخير ورمضان كريم وعيد كريم. امين يا رب العالمين. طبعا احنا عارفين انه لما بيبقى داخلين على موسم الصيف فبتقل الاعداد وما الى ذلك، لكن طبعا في برضو فكره المواسم والزيارات والاعياد بتبقى في نسبه اعلى. احنا الحمد لله يمكن زي ما قرينا في الخبر النسب
بتقل في المستشفيات بشكل كبير وظهرت في أماكن كتير هذه النسبة، لكن برضو لو حضرتك تدينا أهم النصايح عشان إن شاء الله تعدي موسم الأعياد، سواء أعياد شم النسيم إن شاء الله اللي هي في الأيام اللي جاية دي، أو حتى العيد الفطر المبارك، تعدي على خير. احنا لاحظنا الحقيقة من متابعة حالات كورونا على مدى العامين الماضيين انه بتحصل الزيادات دايما مع المناسبات، وخاصة اللي بيبقى فيها تجمعات كبيرة زي الاعياد وزي رمضان وزي الاعياد برضو الاخوة المسيحيين. وبالتالي احنا الحقيقة بنمر في الايام اللي جاية ان شاء الله بمجموعة كبيرة من الاعياد هيكون فيها يعني فرصة كبيرة للتجمعات والتزاور والخروجات، وان الناس تبقى مع بعضها بشكل كبير. طبعا في تخوف من انه اي تجمعات بالشكل ده وخاصة في الأماكن المغلقة غير جيدة التهوية لو فيهم مصاب ممكن ان هو يعدي غيره، وبالتالي علينا ان احنا نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية في أثناء هذه المناسبات علشان ما يحصلش زيادة في الأعداد، ونبص نلاقي تطورت الحالة الوبائية من انها كانت بتقل بشكل كبير الى ان بقى في تسجيل لأعداد اكبر في الفترة الجاية. نعم دكتور أشرف، طيب خلينا نبقى برضو بنردد اللي بنسمعه كتير دلوقتي، بما ان الاعداد قلت والحمد لله حتى اللي بيصاب بكورونا بقى يعني السايد افكتس الخاصه بيها ربما تكون اقل نتيجه للقاحات اللي بقت منتشره على مستوى العالم، ومصر طبعا مهتمه جدا بهذا الامر، لكن دلوقتي ما بنلاقي حد عنده بيكح او عنده برد تلاقي الناس خلاص ما عادتش بتقلق على الاطلاق ان ربما ده يكون كورونا. عايزين نصيحه من حضرتك توجه امتى الناس تقلق، امتى الناس تقول لا ده دور برد عادي، ده يمكن عشان تغير الفصول وان دلوقتي الطقس مره الدنيا ساقعه مره الدنيا حر فعادي ان الناس تبقى عندها برد، تقول ايه للتعليقات دي؟ احنا لازم نكون عارفين ان سبب مهم لقله شده الحالات وكمان قله الاعداد هي حصول المواطنين على اللقاحات في الفتره الصعبه، وطبعا لان احنا قدرنا فعلا ان احنا ننفذ المستهدف ويبقى في نسبه كبيره من المواطنين حاصلين على اللقاحات، ده خلى المناعه المجتمعيه للمواطنين في مصر اعلى بكثير. لكن لازم برضو ننبه الى انه هذه الاصابات بفيروس كورونا الحقيقه في معظمها كانت بتبقى يعني ضعيفه وما هياش شديده الى حد انه يحتاج لدخول المستشفيات، لكن لازم نكون حريصين على اصحاب الامراض المزمنه اللي اصاباتهم ممكن انها تضرهم وتوصلهم الى اصابات شديده وضيق في التنفس والتهابات رئويه شديده. علشان كده لازم ان احنا اي واحد بيعاني من مشكله تنفسيه لازم اولا هو شخصيا يلتزم باتيكيت العطس والكح، يعني لازم يكح في منديل او يعطس في منديل ورقي ويتخلص منه بشكل عام. وطبعا نحافظ على يعني مسافه بحيث انه ما يبقاش احنا في مواجهه هذه الفيروسات اللي ممكن تخرج منه عند العطس والكح. نعم. طيب دكتور برضو لو بنتكلم على وده جزء هام يمكن كتير اتكلمنا عنه، فكره بقى الجرعات سواء الثانيه او التنشيطيه او المكسلين بقى كمان في هذا الموضوع واهميته، وحتى وان كنا زي ما بنقول داخلين على الصيف ودرجه الحراره العاليه اللي بتقلل نزلات البرد بقى بشكل عام ايا كان كحه وغيره وخلافه. الجرعات التنشيطيه الحقيقه تم التوصية بها لكل من هم اكبر من 65 سنه، والمفروض انهم بيحصلوا عليها بعد 6 شهور من حصولهم على الجرعه الثانيه، وده طبعا علشان يخلي الاجسام المضاده اللي بتحميهم من الاصابه بفيروس كورونا تكون في مستوى فعلا يقدر ان هو يمنع الاصابه او حتى يقلل من شدتها. كمان الاشخاص اللي هم اكثر عرضه وخاصه العاملين في المنظومه الطبيه لازم كمان انهم بيحصلوا عليها علشان يبقوا في امان، لان هم دول الجيش الابيض اللي بيحمينا وبيمنع عننا هذه الاضرار والاصابات في التهابات التنفسيه. احنا نشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافيه دايما حضرتك بتديها لنا الدكتور اشرف عقبه رئيس قسم المناعه الاسبق بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك. تعتبر محطه مترو عدلي منصور اكبر محطه مترو في الشرق الاوسط، المحطه المقامه على مساحه 15 فدان مش محطه مترو عاديه لكن مجمع محطات لمترو الانفاق والقطار الكهربائي والسكه الحديد والاتوبيس الترددي وكمان السوبر جيت. تفاصيل اكثر هنعرفها في العرض ده. We'll be right back.
خلال الفترة اللي فاتت نجحت هيئة الصرف في إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في أكثر من 51 ألف فدان، ونفذت أعمال صناعية ونزع حشائش، وأنشأت كمان مصارف عامة مكشوفة. تفاصيل أكتر برضو هنعرفها في هذا العرض. نخرج لفاصل ونرجع مرة تانية نكمل مع حضراتكم هذا الصباح. مواجهة مهمة جدا بيدخلها النادي الأهلي الليلة مع فريق الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، مباراة بيتسلح فيها الأهلي بنتيجة مباراة الذهاب، وبيسعد الرجاء بحماس اللعب وسط جمهوره وعلى أرضه. مباراة مصرية هتكون منتصف الليل بتوقيت القاهرة، خلونا نتكلم عنها أكتر وعن تشكيلات الفريقين مع ضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي سعيد علي. أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير عليك، أهلا بيك. نبدأ طبعا نتيجة الذهاب، ويعني على الرغم منها الحمد لله نتيجة فوز، لكن كانت قلقة بعض الناس في فكرة إحراز الرجاء الهدف اللي أحرزه مع الفرص الكتيرة اللي ضاعت في مباراة الذهاب، واللي كلنا كنا اتكلمنا كانت ممكن تخلص 5-6 وأكتر من كده. أو خلينا نقول لو يعني يمكن لو ما حصلش السيناريو اللي احنا شفناه في المباراة، ضربتين جزاء وحالة طرد وفرص كتير جدا جدا مهدرة، كان من الممكن أو في الغالب كان هيكون مقبول إن الأهلي يخرج كسبان بأي نتيجة، لأنك بتلاعب في نهاية الأمر فريق مرشح نكون بطل لهذه النسخة، لكن السيناريو كان مفاجئ لينا جميعا، كان مفاجئ لي أنا شخصيا بشكل كبير جدا، أني أشوف الرجاء بيلعب بشكل مفتوح جدا، جيم مفتوح، مساحات واسعة جدا، النادي الأهلي قادر خلال أو كل 3 دقائق 5 دقائق قادر يصنع فرصة تهديف مؤكدة. فده خلينا نقول بشكل واضح جدا أن الأهلي فعليا فرط في الصعود المبكر من القاهرة، كان قادر بشكل قوي ان يكسب اكبر نتيجه في دور الثمانية في دوري الابطال، وربما من سنوات طويله جدا، مش للنادي الاهلي بس، لا في البطوله كلها، لان كم فرص غير عادي. الفرص الاكيده بس كانوا 5 الاكيده، مش اللي كانت فرص قويه 6 ياردة داخل 6 ياردة او انفراد صريح، فده امر كان غير متوقع بمره، ولا مره شفنا الاهلي مع موسيماني قادر على صناعه هذا الكم من الفرص حتى امام اضعف الفرق، مش أمام فرق قوية ولا في دور الثمانية. فيمكن ده خلق حالة الغضب الشديدة جدا جدا عند الجمهور، وكان في حالة انتقادات غير عادية يعني. طيب طالما ان كان في أخطاء من قبل فريق الأهلي، هل متوقع بقى ان يتم تصليح هذه الأخطاء في مباراة الليلة؟ وفي نفس الوقت بالنسبة للفريق الآخر الفريق المغربي، هل اللعب بشكل مفتوح من الممكن برضو ان يبقى في تصليح أخطاء فيبقى المباراة أصعب على الجانبين؟ خلينا نقول ان من الصعب جدا ان احنا نشوف السيناريو اللي حصل في القاهره بيتكرر في كازابلانكا، لان انت امام معطيات مختلفه، امام ظروف مختلفه تماما. فبالتاكيد اللي انا اعرفه واللي اتاكدت منه تماما ان فعليا مستر بيتسو موسيماني ناوي يطمع في المباراه، يعني هو فعليا مش نازل يتكتل، مش نازل يتحفظ، لا هو عنده الرغبه في انه يهاجم الرجاء في المغرب، وعنده الرغبه كمان ان يرد على التشكيك اللي حصل بشكل كبير جدا فيه في انه يهاجم. لكن احنا التغيير اللي احنا ممكن نشوفه في الرجاء محتاج هدف واحد بس. يعني حضرتك بتتكلم على ان الاهلي هيلعب بنفس الاسلوب بس هيستغل الفرص اللي تكون متاحه ليه، ده خليني اقول يعني لما نخش دلوقتي في التفاصيل الفنيه، هو مش هيلعب بنفس الاسلوب، هو هيعمل تغيير في الشكل، لكنه في النهايه
طمعان في المباراه. يعني البعض بيقول ان 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 الاهلي يروح يدافع يتحفظ، لكن لا، موسيماني في التدريبات الاخيره واضح ان هو لا، انا جاي استحوذ على الكوره، انا جاي النهارده اتحكم في الريتم، انا جاي اكسب. في المغرب كان في جلسه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي او الكابتن محمود الخطيب مع موسيماني ومع اللاعبين، جلستين، جلسه تمت بعد مباراه القاهره انتقدوا فيها بشده ولاموا على بعض التفاصيل اللي حصلت، لان فعليا موسيماني كان لعب دور مهم جدا في ان النادي الاهلي يخرج بالنتيجه دي، كان يقدر يخرج بنتيجه كبيره، لانه في الدقيقه 60 بالتحديد او الدقيقه 64 بالتحديد نص ساعه متوقعه في المباراه، الرجاء بيطرد منه اللاعب، هو قرر يسحب المهاجم الصريح محمد شريف، فده قلل من خطوره الاهلي، قلل من تواجده في عمق الملعب. بس هو رد انا مش عايز بس ادخل في الموضوع ده كتير، قال انا يعني هعمل ايه في الفرص الضايعه، يعني هدرب اللعيبه ازاي في الفرص الضايعه. طيب يعني هعمل ايه اكتر الفرص من... بعد تغيير محمد شريف وقبل محمد شريف حاجه تانية خالص، يعني كان في وجود محمد شريف قادرين نصنع فرص كتير جدا، بعد خروج محمد شريف صنعنا واحده بس او اتنين على الاكثر، كانت واحده منهم لبيرسيتاو اللي انت صممت عليه وان انت كملت بيه ان هو يكون موجود ويبقى اقرب لاعب في المرمى او للمرمى، فبالتالي انت دفعت ضريبه ده لان انت كنت محتاج مهاجم عمق، مهاجم صريح قادر يتواجد بين قلوب الدفاع، لان حتى ولو يسحبهم عشان يخلق، انت زايد لاعب، انت بتلعب 10 قصاد 9 في الملعب، فبالتالي انت لازم تكون عندك كثافه في الثلث الاخير، حتى لو انت شايف محمد شريف غير موفق او مش مناسب للفتره دي، فين المهاجم الثاني؟ فين حسام حسن؟ حتى رده كان مستفز جدا على التساؤلات الصحفيه بعد المباراه، هو خلاص اتعرف موضوع الرد صحيح. فكان واضح ان هو مخطئ، كابتن محمود الخطيب لامه وعاتبه الجلسه الثانيه اللي تمت خلال اليومين اللي فاتوا قبل العوده، كان فيها تاكيد على انه احنا لازم نكسب، احنا جايين هنا نكسب مش جايين ندور على صعود بس، لان المباراه دي محوريه وفاصله في مستقبل الاهلي هذا الموسم. فنتمنى ان شاء الله ان يكون موسيماني موفق مش بس في اختيار تشكيل ولا في البدايه، لا نتمنى ان هو يكون موفق كمان في طريقه اداره المباراه، لان فعليا هو اخطا خطا كبير جدا. يعني شايف ان نتيجه المباراه السابقه كان المسؤول الرئيسي عنها وبنسبه كبيره جدا هو موسيماني؟ بالتاكيد اللاعبين جزء من الحمله المصريه باهدار الفرص، لكن في النهايه بنقدر نقول في اي عمل النجاح ينسب للادارات والفشل ينسب للادارات، ده يقال ايضا على الاداره الفنيه، اي نجاح هو ينسب بالاساس لموسيماني واي فشل ينسب لموسيماني، لكن لما ندخل في التفاصيل موسيماني فعليا بتغييراته اجرم، انا بشوف ان هو اجرم ومنع الاهلي طيب. خلينا بقى نروح للناحيه المشرقه، تمام. احنا برضو رايحين كسبانين، انا متفق ان ممكن الرجاء هو اللي يبقى متحفظ عشان يخطف جون وينام عليه زي بلغه الكوره عشان يقدر يبقى هو جايب جون هنا فيصعد بده، تمام. متوقع بقى انت بتقول بقى الخطه ممكن فنيا تبقى مختلفه ازاي، هل برضو هتبقى بنفس التشكيله وموجود محمد شريف الاول والاعتماد على الاطراف بيرسيتاو او ما بيغير يعني ما بيغيرش فكره البدايه، ولا ممكن يبقى فيه طريقه مختلفه تانية؟ طيب الاهلي النهارده التغيير الجذري اللي هيحصل ان هو دخول حمدي فتحي كلاعب وسط ثالث على حساب واحد من المهاجمين، يعني هو بيقلل عدد المهاجمين وبيزود لعيبه الوسط، لكن ده مش معناه ان هو بيدافع، لا هو بيحاول يخلق كثافه في العمق علشان ما يخليش الرجاء طول الوقت متحكم ومستحوذ على الكوره. وجود علي معلول ايضا النهارده عودته للتشكيله دي هتضيف كتير هجوميا، هو بيحاول بقى يعوض فكره ان انا هقلل عدد المهاجمين من 4-3 بفكره تقدم علي معلول، وفي حد طبعا طول الوقت بيغطيه من الثلاثي الارتكاز، فبالتالي التغييره الوحيده اللي في شكل الاهلي النهارده هتكون دخول حمدي فتحي، والهدف منها ان انت تبادل الرجاء الاستحواذ على الكوره. الرجاء طبعا هيبتدي المباراه النهارده بحماسه كبيره جدا، لكنه مش محتاج ان هو يحضر كتير يداور كتير ان هو يمتلك كره كتير، لا الرجاء بيلعب لعب مباشر على المرمى، كرات قطريه خلف المدافعين، كرات عرضيه. النهارده الرجاء بيستعيد واحد من اهم اللاعبين ان لم يكن اهم لاعب على الاطلاق في الفريق هو محمد النهيري لاعب مهم جدا، وكان واحد من اهم الادوات اللي وصلت الرجاء للمنطقه دي، غاب في مباراه الذهاب بسبب تراكم البطاقات، النهارده هو بيعود لكن غيابه ما كانش سبب في ان يبقى اللعب بطريقه مفتوحه زي ما كنت بتذكر في البدايه، يعني لا لما نيجي نتكلم عن فلسفه اللعب عموما وعن شكل الفريق بشكل عام لا، لكن كاثر فردي اكيد الافراد بيبقى ليهم اثر كبير جدا، ومحمد النهيري معروف بكراته العرضيه، معروف بتمريراته الحاسمه، معروف باسيستاته،
فبالتالي الرجاء افتقد واحدة من أهم الأدوات اللي كان بيعول عليها طوال الفترات الماضية، وعودته النهاردة النادي الأهلي مدرك واخد باله جدا أن الراجل ده على أقل تقدير، على أقل تقدير الكرات الثابتة بيبقى فيها خطر وشرس جدا جدا، والكرات الثابتة النهاردة بالتحديد في انطلاقة المباراة مع حماسة الجمهور مع رغبة اللاعبين في التسجيل، يعني أتمنى نكون حذرين منها، لأن احنا يعني عوقبنا بسببها امام السنغال. احنا نزلنا في اول 5 دقائق اتخضينا، حضور جماهيري قوي جدا، كره ثابته خلصت على الماتش، بعدها مفيش هدف اتسجل تاني، لكن في البدايه دي تكون صعبه جدا جدا. الرجاء فريق مميز جدا في الكرات الثابته، عنده اطوال الهدودي والياس الحدادي وحميد حداد، كلهم اطوال قادره تلعب كرات هوائيه بشكل قوي، فنتمنى ان شاء الله ان البدايه تكون حذره. طيب انت قلت هيبقى التغيير ممكن الدفع بحمدي فتحي في المنتصف، لكن الناس بتبقى منتظره التشكيل المتوقع، تشكيل متوقع. طيب خلينا نقول محمد الشناوي في حراسه المرمى، وهاني في الجهه اليمنى، علي معلول عوده علي معلول الجهه اليسرى، قلب الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. نقول الاهلي بالشكل المثالي للدفاعي للخط الخلفي. في نص الملعب حمدي فتحي قدام الرباعي الخلفي، وامامه اليو ديانج وعمرو السوليه. مثلث الهجوم خلينا نقول ان في 2 ثابتين، احمد عبد القادر ومحمد شريف، ويبقى اللاعب الثالث هو اللي مسار جدا ساعات بيروح. معلش انا حاسب موضوع احمد عبد القادر بيجي في وقت ما بيروحش منزله خالص ويفضل يستنى الدقيقه 70، يعني بيعمل ساعات كده، ما عندوش رفاهيه ان يعمل ده النهارده تماما. اولا لان ما انت بدات كلامك بانه طمعان في المباراه، يعني هو مصر على ان يبقى في مكسب، يعني من الاوراق بتاعته. احمد عبد القادر اولا هو افضل لاعب في الثلث الهجومي في الفتره الاخيره، ثانيا جماهيريا موسيماني غير قادر بالمره على انه يواجه جمهور الاهلي بانه يطلع احمد عبد القادر بره الكور، وغير قادر على تحمل اي تبعات، يعني لا قدر الله اي شيء سلبي واحمد عبد القادر بره، موسيماني يعني مش هيقدر يواجه الجمهور، فبالتالي احمد عبد القادر ثابت. اللاعب الثالث مين؟ اللاعب الثالث واحد من اثنين، اما بيرستاو واما هيبدا بيرستاو واما هي يا اما بيرستاو او حسين الشحات. هي الفكره في ايه؟ الفكره انت لو بتلعب ببيرستاو فانت هنا هتلعب بيه فين؟ هتلعب في الجهه اليمنى مكان حسين الشحات، فبيحصل الخلل الدفاع هنا، لان بيرستاو مش ملتزم بشكل كامل في النواحي الدفاعيه، لكن هو ممكن يعول على ان اليو ديانج يبقى ثابت بشكل كامل. نشوف النهارده اليو ديانج بشكل مفاجئ او بشكل مختلف يميل اكتر الى ادوار الجناح الايمن، يعني انت هتحس طول الوقت ان هو بقى جناح ايمن عشان يدافع مكان بيرستاو، تاو يتحول مع شريف في العمق، فيبقوا اثنين مهاجمين، ودي تبقى خطره، تشكل خطوره، لان الاثنين فعليا لما تاو لعب تحت شريف شويه وكان قريب منه، الاهلي قدر يصنع فرص كتير جدا جدا، وبالتالي يبقى احمد عبد القادر بيهاجم من الجهه اليسرى وديانج يدافع من الجهه اليمنى مكان بيرستاو. لكن هي الفكره في ايه؟ الفكره في ان انت محتاج تفتح لعلي معلول في الجهه اليسرى. نعم. فوجود احمد عبد القادر احمد عبد القادر وعلي معلول هتبقى جبهة قويه جدا. يعني ان شاء الله نشوف ان ده اضافه كبيره للفريق. طيب بتشكيل الفريق الاهلي وتوقعاتك برضو بالنسبه لفريق الرجاء، هسالك السؤال السخيف او الصعب. توقعاتك بالنسبه لمباراه الليله يعني تنتهي على كام؟ هو خلينا اقول ان هو متوقف على الانطلاقه، يعني انا حقيقي انا قلقان من البدايه، يعني قلقان من انطلاقه المباراه، لان هم مشحونين جدا ومتحمسين جدا، وانا من مشاهدتي ليهم هم فريق بيسجل من غير ما يصنع فرص، وده اللي يقلقك، يعني هو مش محتاج يبقى في احسن حال عشان يسجل، هو بيسجل. شفت الجون يعني. شفت يعني هو في اسوء حالاته وسجل، هو سجل مثلا في دور المجموعات 7 اهداف منهم 4 كرات عرضيه و3 كرات اللي هي ايه مش فرص، يعني هو بيعمل كره طوليه من قبل نص الملعب لواحد من المهاجمين ورا الخط الخلفي، الثلاثة بيتحركوا بحاله فيها لا مركزيه، بيتبادلوا الادوار، محسن متولي مع زريده مع حداد، الثلاثة اي واحد في اي وقت بيقطع في المساحه بتعمل له كره طوليه، فبيخلق الفرصه من اللا فرصه، فهنا انت قدام فريق خطر بيقدر يسجل. لكن اللي يخلينا مطمئنين ان الاهلي كمنظومه جماعيه كافراد اقوى، حتى لو استقبل مش بصعوبة ما حدث في مباراة مصر والسنغال، يعني في فوارق وفجوات فردية كانت لصالح السنغال فعليا تخليك تقلق، دي مش موجودة النهاردة ما بين الأهلي والرجاء. لو في ضغط حتى لو الرجاء سجل الأهلي قادر يعود، والأهلي كمان بيمتلك دكة بدلاء قوية، يعني قادرة تعادل، يعني وجود قفشة على دكة البدلاء مهم جدا. أنا كنت بقى هروح للموضوع ده، يعني معلش أنا بحب أثير اللي الناس بتقعد تتساءل عليه، هل ده صحي فكرة التغيير شوية كل شوية والناس، يعني انا يعني مش عايز ادخل بره الموضوع بس فكره اصل ما هو انت لما موسيماني عمل كده في قفشه
فالمنتخب خسر قفشه، لما موسيماني عمل كده في شريف فالمنتخب او العكس اقصد، لما صحيح. حصل مع شريف في المنتخب اتاثر جوه الاهلي. صحيح. هل الحاجات دي رغم زي ما انت بتقول بره عندك حسام حسن وبرده الناس بعض الصحفيين لامت موسيماني انت بتنزلهوش ليه وقعد هو بيتضايق، فحسام حسن قفشه الشحات لو ما بداش وبيرسي تاو او ايا كان منهم، فالاسماء قويه بره. صحيح. خلينا نقول ان فعليا الاهلي بيمتلك دقه قويه جدا، وانه بيجني ثمار ان البديل عنده لاعب لا يقل عن اللاعب اللي في الملعب. يعني احنا بقى لنا 3 سنين بالتحديد الاهلي لما بيجي يلعب باثنين ارتكاز بيخرج اليو ديانجو بينزل حمدي فتحي. يعني فعلا انت بتخض الخصم، انت مين بيلعب مكان مين، فده مش موجود في اي حته في افريقيا، فده بيخلي الاهلي طول الوقت هو بطل افريقيا في نسختين والثلاثين ومرشح حتى الان للنسخه الثالثه. دي قوه الدكه، مجدي قفشه وجوده على الدكه اسم كبير، ومش بس اسم، لا هو قادر يعمل تحول. يعني مفتاح لعب. انت النهارده اتاخرت في النتيجه في لحظه هتسحب واحد من الثلاثه ارتكاز، قفشه ينزل يعمل الزياده الهجوميه بيعيدك للصوره بشكل قوي، فانت هنا لا عندك اللي يقدر يحول المسار تماما، عندك اوراق قويه جدا على الدكه. لكن انا ما زلت عاتب وبلوم على موسيماني فيما يتعلق بحسام حسن، وانا استشعر ان الموضوع مش شخصي مع حسام حسن، هو شخصي معنا احنا، شخصي مع النقاد، شخصي مع الجمهور، اللي هو انتوا عايزين ايه؟ عايزين يمين؟ لا انا هبقى شمال. فهو ما فيش اي منطق يقول ان بس انت في نفس الوقت قلت ان النهارده متوقع ان ما يبقاش عنده اي رفاهيه لانه يعمل غير المتوقع او المطلوب. يعني في نفس الوقت في النقاط المباشره والواضحه، يعني ما تجيش تقول مثلا ايه ان انا هقعد كريستيانو رونالدو دكه او ليونيل ميسي، فانت النهارده احمد عبد القادر هو بالنسبه لك نجم الفرقه، مستحيل ان انت تفكر ان انت تقعده. ده انت حتى لو انت مقتنع ضغط قوي، انت لو مقتنع ان هو حتى خططيا مش مجدي بالشكل الكافي، لكنه في النهايه جماهيريا انت مش هتقدر تواجه الجمهور انك تقعد احمد. طيب عبد القادر، لما سالتك على توقعاتك بالنسبه لمباراه الليله ونتائجها ممكن تكون شكلها عامل ازاي، يعني هربت وكان تعليقك على انك قلقان من البدايه. صحيح. خلينا نقول ان شاء الله تكون البدايه او اول كم دقيقه تبقى جيده، توقعاتك نتيجه لجوده اول كم دقيقه. انا اتوقع ان الاهلي ان شاء الله هيعبر النهارده، يعني صعود الاهلي ممكن بتعادل ايجابي، يعني ممكن نخرج النهارده بتعادل ايجابي، لكن عندي ثقه كبيره جدا ان شاء الله ان الاهلي هيقدر يعبر، لان الاهلي كمنظومه افضل وكافراد افضل من الرجاء، فان شاء الله يكون موفق ونقدر. طيب انا هننهي بس عايز اسال سؤال وجودي، مش عارف، انا مش بخلق حاله الجدل دي، لكن هو الاعتراض دايما من المدربين على ان الصحفيين يسالوا اسئله فنيه. انت مع انهي؟ بص انا مش بتكلمش في انت مع ده ولا مع ضد، ما هو انت راجل شغال ايه؟ انا قاعد قدام راجل شغال بتاع فنيات، فانا هنا جاي اسالك في التفاصيل دي، بس هي الفكره فن الرد، انت بترد ازاي؟ لو انت في سؤال مضايقك، يعني هو انا كصحفي سالتك هو انت ليه ما بتلعبش حسام، ليه حسام حسن مش موجود في المباراه زي النهارده؟ والله انت تقدر تقول لي انا امتلك وليد سليمان، كنت شايف انه صاحب خبرات هيقدر يضيف اكتر، فانا اقدر اجادلك فنيا واقول لك انك لما خسرت عمق الملعب حصل كذا، بس هو ما عندوش، يعني هو في جزء، وده سؤال بيكون جماهيري كمان. صحيح. انت في النهايه مطالب، صح، هو مش سؤال زي ما تقول النقاد اللي بتقول على قد ما الجماهير، انت في النهايه مطالب تجاوب على الشارع، الشارع بيقول ايه، فانت حضرتك مطالب ان انت تجيب على الشارع طول الوقت. خلينا اقول ان هو جزء من الصحفيين، ان في كتير من الصحفيين غير مؤهلين ان هم يسالوا التساؤلات الفنيه في محلها وفي مسارها، وبيستهدفوا بعض الوقت ان هو يروح لمنطقه الخناق، ده حقيقي وبيحصل، لكن في النهايه انت فن الرد، انت قلت انت, انت راجل مسؤول، انت راجل قدوه للمجتمع، فانت في النهايه تقدر ترد بشكل دبلوماسي، تقدر تخرج من الموضوع وتديني جواب فني، لان فعليا زي ما حضرتك قلتي الملايين بيسالوا نفس الجماهير السؤال اللي لازم تويب. معلش انا قلت بقى اسال عشان احنا بنتكلم على موضوع حسام حسن، الناقد الرياضي سعيد علي دايما بتطورنا، وشكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله نفوز النادي الاهلي، وان شاء الله كمان في الكونفدراليه باذن الله المصري وبيراميدز باذن الله انهم يعدوا باذن الله، ان شاء الله نتمنى باذن الله التوفيق لكل الانديه، وان شاء الله نتوقع صعود الثلاثي باذن الله ان شاء الله. ومشاهدينا الكرام، بهذا الحديث الرياضي وصلنا مع حضراتكم لختام هذا الصباح، شكرا لحضراتكم، وبالتاكيد شكرا لضيفنا الكريم مره ثانيه، وشكرا لزميلي محمود السعيد، شكرا ليك مره ثانيه، والى اللقاء.